السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. أبو جبل ينفي ويسعى للتصالح. أكد مصدر مقرب من اللاعب محمد أبو جبل نجم المنتخب المصري أنه ينفي ما تردد من إشاعة ارتباطه ببنت عصام الحضري أو بأي سيدة أخرى، وأكد أنه ينوي التصالح مع زوجته سمارة يحيى، وأنه يسعى لإنهاء كل الخلافات التي حدثت بينهما في الفترة الأخيرة، وأضاف أنه يركز الآن في التدريبات مع نادي الزمالك. ربنا يصلح حالهم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.